يتم تحميل سيارة في مقطورة فإنها غالباً ما تكون مميزة، سيارة أصلية نادرة وغالية جداً. هذا الموديل معدل لكنه وحيد. إنها سيارة BMW 328 تعود لعام 1937، وهي ليست بحالتها الأصلية كما يلاحظ عليها، فقد عدلها مالكها عام 1938، وهذه الجوهرة هي هنا الآن. طلب مالكها تعديلها آنذاك لتناسب حلبات السباق، وهي بحالة جيدة رغم أن عمرها تجاوز 70 عاماً. هذه السيارة المفتوحة بمقعدين من BMW طولها 3.9 أمتار، محركها المعدل بقوة 90 حصاناً، أما وزنها فيبلغ 680 كيلوغراماً، أي أقل من الأصلية غير المعدلة ب 140 كيلوغراماً. هذه السيارة وثلاث سيارات أخرى من BMW 328 كان يمتلكها تاجر الأخشاب فالتر شلوتر في مدينة إسن، وقد اشتراها عام 37 وكان من هواة سباق السيارات. بعد أن أصبح لدى BMW فريقا خاصا بها وكان هو المتسابق الوحيد، ولأن الحصول على قطع تبديل لسيارات السباق كان صعبا ومحدودا بعض الشيء، فإنه لم يحصل على القطع التي يحتاجها، ما أزعجه وأغضبه جدا ودفعه إلى تأسيس فريق سباق خاص به. قدمت BMW أسسا جيدة للتغيير، وهو ما استفاد منه رجل الأعمال الذي لم يكن يحبذ إظهار هوايته للجمهور وللمشاركة في السباق، غير هويته وشارك باسم فالتر غوتيلش. كان لدى فالتر شلوتر ميكانيكي خاص به اسمه توني فاشتس، قال له بأنه لكي يستطيع منافسة فريق BMW يحتاج سيارة أفضل، وطلب منه تعديل سيارته. فقام الميكانيكي بتعديل تام لتقنية المحرك وتثبيت صندوق التروس على إطار أخفض ب12 سنتيمتراً، ليصبح بذلك مركز الثقل أخفض والسير أسرع في المنعطفات. كما قام الميكانيكي بتبديل معدن الهيكل مستخدماً الألمنيوم وتعديل شكله بما يخفض من مقاومة الرياح، كما قام بتغليف أسفل السيارة أيضاً. السيارة الأصلية من BMW 328 كانت جيدة أيضاً، فهي لا تزال سيارة رياضية يحلم بها المرء، وقد تم التخطيط لإنتاجها في بداية 30 القرن الماضي، ولكن لم ترى أول نسخة منها النور إلا عام 37، ولم ينتج منها سوى 464 سيارة فقط. بالنسبة لهاوي سباق السيارات فالتر شلوتر، تعتبر الأمور التالية مهمة لدى تعديل سيارته، وهي احتكاك وتآكل أقل ووزن أخف. ولتحقيق ذلك بدل المهندسون الهيكل واستخدموا معدنا خفيفا وعدلوا خطوط الهيكل بما يخفض من مقاومة الرياح ويجعلها ديناميكية، وقد وصلت سرعتها القصوى بعد التعديل إلى 160 كيلومترا في الساعة. المقود الكبير ملفت من الداخل. في السيارة الأصلية ليس هناك عداد سرعة، ولكن هناك معدات خاصة بحلبة السباق. مقود الوقود وزر التشغيل وغيرها. السيارة تشع بالسرعة. بمثل هذه السيارة يمكن الفوز بالسباق. التخطيط والتنفيذ كانا مناسبين تماما، لكن كانت لدى فالتر شلوتر بعض القلاقل. كانت لدى فالتر شلوتر مشكلة واحدة، وهي العجلات التي لم يكن يستطيع الحصول عليها سوى من عند الصانع، أي BMW، ولكنه كان في ورطة أيضا، وغالبا ما تمت إعاقته عن تحقيق هدفه، بحيث كان يجب ألا يقف في حظيرة السائقين، وإلا كانت BMW ستمتنع عن تزويده بالإطارات وبالتالي مغادرة السباق. شارك فالتر بسيارته المعدلة بعدة سباقات عام 39، منها واحدة على حلبة نيرنبرغ وآخر في هامبورغ،
في خمسينات القرن الماضي باع سيارته لرجل إنجليزي، وتعتبر هذه السيارة من ثلاثينات القرن الماضي واحدة من أولى السيارات التي تم تعديلها في تاريخ سباق السيارات في ألمانيا.